هل الدين يمنع من الحج؟ وإذا كان مانع من الحج، فما الحكم بالنسبة لديون البنوك الطويلة، لا سيما بنك التسليف التي ربما تستغرق العمر كله ولا نستطيع سدادها إلا الدين إذا كان حالا مقدم على الحج، إذا كان حالا فهو مقدم على الحج لسبقه وجوب الحج، فيوفي الدين ويحج، وإذا لم يكن عنده شيء بعد وفاء الدين ينتظر حتى يغنيه الله. إذا كان مؤجلا نظرنا إن كان الإنسان واثقا من نفسه أنه إذا حل الأجل يسدده، فإن الدين هنا لا يمنع وجوب الحج سواء أذن له الدائن أم لم يأذن. وإن كان لا يضمن من القدرة على الوفاء فإنه ينتظر حتى يحل الأجل ويوفي. وبناء على ذلك نقول من عنده صندوق التنمية العقارية ديون، إذا كان يعرف من نفسه أنه إذا حل الأجل أوفى يجب عليه الحج ولو كان عليه دين.